ما علينا، تمام. طيب توكل على الله، ماشي. احنا بعدنا مع الاسئله، اللي هي صفحه 301. 301 وصلت عند الشكل رقم 3 اللي هو الشكل 426. الشكل 426 انا ارسمه على السريع عشان نكمل. الشكل 426 هيك. أربعة ستة وعشرين سالب واحد سالب اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين سالب واحد سالب اثنين واحد اثنين. والرسمة عندك واحدة بالأزرق واحدة بالأحمر. هذا جاي هيك بالأزرق اللي هو الخطي. عندك الأحمر جاي عندك اثنين هيك تقريبا. وهي ممدود كمان شوي. ومعطيك هذا قاف س جذر 2 ناقص س قاف س يساوي جذر 2 ناقص س، وهذاك لام س يساوي سالب س. لام س هذا لام س يساوي سالب س. والمساحة، اللي ما بينهم، المساحة المظللة ما بينهم اللي هي المساحة هاي. أنا بدي إياك شغلة مهمة أعرفها. لما يجيك سؤال، مرسوم جاهز، هذا سؤال مرسوم جاهز، تمام؟ خد شكله برا، الجزء اللي هو المظلل خذه برا الشكل، خذه برا إيش؟ برا الرسمة. معي يا جماعة؟ لما يجيك رسمة جاهزة خذ الرسمة هاي الجزء اللي مظلل فيها برا، يعني تخيل لي برا. هذا هيك جاي شكله من تحت صح؟ وفي خط هيك، وفي عندك ايش؟ هذا هيك. طيب أي مساحة لازم تكون بين عمودين، وين العمودين اللي المساحة هاي ما بينهم؟ هاي أولها وهي آخرها. هاي هون اولها وهون اخرها، ما بتفرقش. ولا تنسوا القاعدة المهمة، المساحة بين عمودين وايش؟ واقترانين. المساحة بين عمودين واقترانين. طيب استاذ هاي العمودين وين الاقترانات؟ شوف هيك الاقترانات يا سيدي العزيز. هاي واحد، هذا واحد، هاي اثنين، ثلاثة، واحد اللي هو الخط، اثنين اللي هو محور، السينات جاي هون ايش؟ ارضية مش سقف، وثلاث اللي هو تبع مين؟ تبع الجذر. هدول العمودين بدهم ثلاث اقترانات، ما بصير عمودين لازم بينهم بس ايش؟ اقترانين. اذا لازم ايش اعمل؟ لازم تقسم، او تعمل عمود كمان، كمان عمود. طب كيف كمان عمود؟ من وين اعمل كمان عمود؟ من عند التقاطع. طب هو وين التقاطع استاذ؟ هيو هاي الخطي، هذا محور السينات. اذا بتعمل لي عمود من هون صار صح هيك؟ صار عندي عمودين بينهم اقترانين، وعمودين بينهم اقترانين، هيك تمام. صار عندك هون ميم واحد، وهون ايش؟ ميم اثنين. طبعا
العمود اللي على الشمال هذا من وين لوين؟ العمود اللي على الشمال اللي هو من وين؟ سالب 2 لا اثنين. والعمود هذا وين جاي؟ عند وين؟ عند الصفر. من سالب 2 لصفر، واللي بعديه من صفر لوين؟ ها من صفر لاثنين. ماشي يا جماعة مفهوم هذا؟ إذا ميم ميم تساوي ميم واحد زائد ميم اثنين اللي هو بيساوي تكامل الميم واحد من سالب اثنين لصفر، من سالب اثنين لصفر. مين اللي فوق؟ اللي هو تبع الجذر، اللي هو جذر اثنين ناقص سين ناقص مين اللي تحت؟ مين اللي تحت؟ اللي هو الخطي. ايش الخطي؟ سالب سين دال سين زائد تكامل ميم اثنين من صفر لاثنين. مين اللي فوق؟ هذا الجذر فوق. انا هون يا جماعه انا واقف عند ميم اثنين هون، هذا فوق وهذا ايش؟ هذا تحت. اللي فوق اللي هو الجذر، جذر اثنين ناقص سين ناقص اللي تحت اللي هو محور السينات اللي هو ايش؟ صفر دال دال سين. هو بده هيك بس بالسؤال. طبعا انت لما تجيك بالوزاره بدك تكامل وايش؟ وتطلع الجواب. اذا هون شغله رئيسيه، لما يجيك سؤال مرسوم خذه برا، خذ السؤال هذا الرسمه بس المظلله، سيبك من الباقي كله، خذ الجزء المظلل وين؟ برا. حط الاعمده تاعونك، شوف كم اقتران صاروا ثلاث، اذا بدك تعمل كمان عمود اربعه، بدك عمودين. هاي عملنا عمود بالنص، صار هاي ميم واحد وميم اثنين، مظبوط هيك، هاي عمودين بينهم اقترانين، وهي كمان عمودين بينهم اقترانين، هيك تمام، تكامل زائد تكامل، من الشمال لليمين اللي فوق ناقص اللي تحت، من الشمال لليمين اللي فوق ناقص ايش؟ ناقص اللي تحت. هذا السؤال اللي هي الشكل 4 26، الشكل 4 26. طيب، الشكل اللي بعديه. إذا رسمة جاهزة حاول ايش؟ تاخذها وين؟ برا. عشان ما تنعجك في الرسمة كلها. طب أستاذ ما أعرفش أنا أرسم، يعني أنا ضعيف بالرسم. ضعيف بالرسم. يعني لو جتني الرسمة هاي في على ورقة الأسئلة ما بعرفش أنا أنقلها برا. ما بعرف أنقلها برا للأسف. شو أعمل؟ ايش أسوي؟ مش معك ورقة الأسئلة أنت؟ معي ورقة الأسئلة. ماشي؟ معي ورقة ايش؟ الأسئلة. حط ورقة الأسئلة. هذا دفتر الإجابة تاعك. تحت الورقة. شوفوا جيب ورقة دفتر الإجابة فوق الايش؟ فوق الرسمة. وشو تعمل؟ شو تعمل؟ ترسم من فوق الورقة. أيوه ترسم من فوقيها. ترسم ايش؟ من فوقيها. ماشي؟ واحد جاي الرسمة هي جاهزة. مش عارف ارسمها. حطها تحت ورقة الإجابة، حط ورقة الإجابة فوقيها بتترسم معك على السريع. ماشي؟ دبر حالك. طيب الرسمة اللي بعديها، الرسمة اللي بعديها اللي هي الشكل 427، الشكل 427. والوزارة غالبا راح تجيب لك سؤالين على المساحة، سؤالين على المساحة وفرعين على المساحة، منهم سؤال مرسوم ومنهم سؤال أنت ترسمه. ماشي؟ هاي كمان سؤال، هيو الشكل اللي بعديه معنا صح، مش السؤال اللي بعديه، الشكل اللي بعديه. هيو هون هيك ها. طيب عندك هون سالب واحد لواحد وفوق واحد. طيب هون بدي احط انا سالب واحد وهون واحد، وفي هون ايش كمان؟ واحد، وجايبين لي شكل واحد احمر واحد ازرق. سالب واحد هيك، عندي الواحد الاحمر هيك. ها هذا هيك رسم لي هيك. ها مش مزبوط، ما عليك مزبوط ولا مش مزبوط. الثاني رسم لي اياه هيك. هذا مضبوط. إذا لا خلنا نضبطها. شو نسوي شكلهم ليش؟ زي بعض.
حلو مشو طيب بيمشي الحال. من عند الواحد من عند السالب واحد عمل لي عمود هيك من عند السالب واحد ومن عمود وين اللي بده اياه طبعا هذا هاء السين هذا هاء السين وهذا هاء السالب سين هاء السالب سين والمساحة اللي مظلل لي اياها المساحة اللي مظللة اللي هي مساحة هاي المساحة المظللة طيب ماشي هاي المساحة المظللة كينا الشكل المرسوم الشكل المرسوم شو تعمل حاول تنقله برا حاول تنقله برا برا الرسمة خذ الشكل المرسوم هذا برا الرسمة برا الرسمة هاي ماشي برا الرسمة شكله هيك جاي تقريبا هاي هيك وفي عندي هون عمود هيك في عندي عمود هيك وجاي هذا واحد هيك ايوه واحد هيك صح؟ تقريبا طيب وين بداية الشكل؟ هاي عمود اول الشكل هاي عمود شايفينه يا جماعة؟ وين هذا العمود؟ سالب واحد عند سالب واحد وفي عندي اخر رسمة عمود وين؟ عند الواحد عند الواحد يبقى هاي عمودين العمودين تاعوني بداية الشكل بداية بداية المنطقة المظللة ونهايتها في شيء طالع برا؟ في شيء طالع برا؟ لا لا هون طيب بينهم كم اقتران؟ عد بين هاد وهاد امشي هاي واحد هذا مين؟ هاء السين هو جاي هيك هذا هاء السين وفي كمان واحد هاء السالب سين وفي كمان أرضية اللي هو جاي محور سينات. محور السينات هذا محور السينات المرة هاي وين جاي؟ جاي أرضية مش سقف جاي ايش؟ أرضية فأنت عندك كم اقتران؟ واحد اثنين ثلاثة عمودين لازم بينهم بس اقترانين معناته ايش اعمل؟ حط لك كمان عمود من وين احط كمان عمود؟ عند التقاطع وين في تقاطع؟ يعني مثلا هذا التقاطع لا مش تقاطع ما هو عمود في عنده عمود وهذا التقاطع مثلا ما هو عنده عمود هذا التقاطع ما هو عنده عمود هذا التقاطع عنده عمود وين في تقاطع؟ هيو خلاص هاي في تقاطع حط لك عمود هاي كمان عمود صار عمودين بينهم اقترانين وعمودين بينهم اقترانين خلص هاي ميم واحد وهاي ميم اثنين اذا ميم ميم تساوي ميم واحد زائد ميم اثنين تساوي تكامل ميم واحد من وين لوين؟ من سالب واحد العمود هذا وين جاي؟ صفر عند الصفر اذا من سالب واحد لصفر مين اللي فوق؟ هاء السين ومن اللي تحت؟ محور السينات يبقى اذا هاء السين ناقص صفر يعني هاء السين ماشي زائد تكامل الثاني اللي هي ميم اثنين من هون اللي حكينا من عند الصفر لوين؟ للواحد اذا من صفر لواحد مين اللي فوق؟ هاء السالب سي ومين اللي تحت؟ برضه ناقص محور السينات اللي هو صفر هاي التكامل تتكامل وتطلع الجواب واضح؟ في مشكلة في السؤال هذا؟ في مشكلة فيه؟ الرسمة هاي فيها أي مشكلة؟ سهلة هاي الرسمة كتير سهلة طيب ماشي اللي بعدي الشكل 428 الشكل اللي بعدي 428 شكل 428 أرجوك شوي أرجوك شوي ولا شيء تركز فيه هذا فيه خدع هذا في الشكل في حركات في الشكل هذا طيب في عندنا هون 1 2 3 لحد 4 1 2 3 هون أربعة في عندنا هون عندي هاي واحد اثنين وهون سالب واحد سالب اثنين واحد اثنين سالب واحد سالب اثنين ماشي والشكل زي كالتالي أربعة عندي اثنين وفي هون عندي الثلاث ترى نحط عندي الثلاث أيوه
هون اقتران ثابت، هاي اقتران ثابت، ومن عند الأربعة جاي اقتران سالب اثنين، وعند ايش؟ عند الاثنين. ماشي، هو طبعا كاتب لك الاقتران ق س يساوي 4 ناقص س تربيع، كاتب لك جنبها ق س يساوي 4 ناقص س تربيع، واللي فوق كاتب لك عليه طبعا لام س يساوي 3، هذا الازرق لام س يساوي 3. طب وين ال وين المنطقة اللي بده اياها؟ بده المنطقة هاي. هاي المنطقة اللي بده اياها. ايوه. هاي المنطقة اللي زمان بده اياها. استاذ هاي. ماشي. اشمعنى احنا؟ اشمعنى؟ بس هذا المظلل. بس هذا ايش؟ المظلل. زي ما اتفقنا. ارسمها برا. حاول ترسمها برا. ارسمها برا ايش؟ برا. اشتغلت هون راح تتخربط كثير. خذ الشكل اللي بده اياه، المساحه اللي بده اياها، اللي بده اياها برا. يعني شكلها كيف؟ من تحت في ارضيه من سالب 2 ل 2، ماشي؟ في ارضيه هيك تحت. وفي عندي هيك. معي؟ لا غلط. لحد الان غلط. صحح حالك. هذا اللي فوق هذا مش معي. هذه هيك. ايوه هذا مظبوط هيك حلو، هيك حلو. ممتاز هذا مظبوط هيك. وين اولها؟ اولها هون. انتبه معي الان، انتبه معي الان. بعض الناس تقول له اولها اعمل عمود، اعمل عمود، بروح اعمل لك العمود هيك. هاي عمود خلاص من هون لهون. اذا ما هي عمده بالله عليك، بالله عليك هاي عمده؟ مستحيل يعني طالب توجيهي قال بده هندسه ورسم ومباني ومش عارف ايش ومعماري شو هذا مش عنده؟ مو هذا منحنى، كيف يعني اجى هذا عمود؟ مستحيل يجي هذا عمود. هذا مش عمود. وبيجي برضه فعلا على الرسم يقول لك استاذ المساحه من هون لهون خلص هيك واعمل لك خط هيك، يا زلمه لا مش هيك. طول بالك. وين العمدان يعني استاذ؟ وين بداية المساحة؟ وين بدايتها؟ بدايتها لو حطيت هون، لو أنا حطيت بداية المساحة هون، انتبه، واحد قال العمود أستاذ هون، شو عمل؟ طير من المساحة إيش؟ جزء، في جزء طار هيو. طب وين بدايتها؟ بدايتها من هون هيك، من هون. إذا هون هيك، هون في عمود. طيب وين آخر المساحة؟ آخر إشي هون عند الطرفها من الآخر، أقصى إشي هون، هذا كمان عمود. وين الاعمده هاي يا استاذ؟ الاعمده هاي يا سيدي اللي هي اخر شيء وين؟ من سالب 2، ومن هناك عند 2، يبقى من سالب 2 ل 2. اذا هذول العمودين تاعونا. طب كم اقتران جوا؟ بنشوف كم اقتران. كم اقتران جوات الاعمده اللي انت رسمتها هاي؟ كم اقتران؟ هاي العمودين، في كم اقتران؟ في هذا واحد، وهي كمان واحد، وهي كمان واحد، وهي كمان واحد. وهو كتار هدول. كمان مرة. في عندك هاي اقتران، هيو شايفين كيف جاي؟ هاي واحد. وبعدين هاد واحد تاني هاد، مش نفسه. وبعدين هاد غير، هاي ثلاثة. وبعدين هذا غير، هاي أربعة. أوف. أربعة اقترانات بين عمودين؟ لا، ما ينفعش، بدك تقسم. وين تقاطعات عندك؟ وين في تقاطعات؟ فوق. هاي واحد فيهم تقاطع هيو، اذا اقسم. هذا جاي من وين يا جماعة؟ وكمان امشي، في تقاطع كمان هيو. اقسم، اذا في عمود كمان. هذا الاشمل وين؟ وين جاي؟ لما نقسم هاي، اقسم هيك، اقسم هيك، من هون جاي صح؟ هذا العمود جاي هيك. عنده وين؟ ما بعرف، بعرفش. ما بعرف انا. هي بالشكل جاي عند مين؟ سالب واحد. كانه جاي عند سالب واحد، طيب كيف اعرف انه صح ولا لا؟ كيف اعرف صح ولا لا؟ سهل. هاي النقطة، النقطة هاي اللي هي تقاطع التربيعي مع الثابت. اللي هو 4 ناقص س تربيع. ب
بتقاطع مع مين؟ مع الثابت اللي هو ايش؟ 3. هاي سالب 4 سالب 4 صارت سالب س تربيع تساوي سالب 1. السالب مع السالب س تربيع يساوي 1، معناته س تساوي لما ناخذ الجذر 1 وس تساوي ايش؟ سالب 1. يبقى عند الواحد وعند السالب 1. ليش استاذ عند الواحد وعند السالب 1؟ لانه هذا عند السالب 1، هذا عند مين؟ عند السالب 1. اذا هون عند السالب 1 وفي كمان تقاطع، ما هو وين؟ عند مين؟ نفس الاقتران. نفس الاقتران بتقاطع وين؟ عند الواحد. اذا هون راح يصير سالب 1 وهون كام؟ وهون 1. صارت كم مساحه بين كل عمودين؟ في مساحه بين كل عمودين، في مساحه خلاص، من كل عمودين في مساحة. هاي واحد، هاي عمودين في مساحة، وهاي كمان عمودين في مساحة، وهاي كمان عمودين في مساحة. إذا صار عندي ميم واحد، ميم اثنين، ميم ثلاثة. طيب معناته ميم تساوي ميم واحد زائد ميم اثنين زائد ميم ثلاثة. ميم واحد اللي هي تكامل من سالب اثنين لسالب واحد او العمودين. وين الاقترانين اللي بين العمودين هذول؟ وين الاقترانين؟ هاي وقفون هيك فوق، هذا مين؟ هذا التربيعي. طب تحت مين؟ محور السينات. فوق التربيعي تحت محور السينات. التربيعي اللي هو 4 ناقص س تربيع تحت محور السينات، خلاص ده س. زائد تكامل ميم اثنين، ميم فوق الثابت اللي هو ايش؟ 3. وتحت محور السينات، انسى 3 دال س. من وين لوين؟ من سالب 1 لواحد. زائد تكامل ميم 3 اللي هي من 1 ل 2 ميم فوق التربيعي، هيك هذا التربيعي فوق، ومين تحت؟ محور السينات. التربيع برضه اللي هو 4 ناقص س تربيع، السينات تحت انسى منه خلاص، وبتطلع كامل وبتطلع جواب كل واحد. ماشي هيك؟ واضحه يا جماعه؟ تاخذ الرسمه هاي الشكل هذا، اخذناه برا اوله واخره بدايته ونهايته، في 1 2 3 4 1 2 3 4. هون في تقاطع، هون في تقاطع، بتعمل عمود بتعمل عمود، صار ميم 1 ميم 2 ميم 3، وبتطلع الجواب بالطريقة هاي. ماشي. طيب خلصنا من السؤال هذا. نيجي للسؤال اللي بعده، الرسمة اللي بعديها، اللي هي تعتبر آخر سؤال في الأسئلة اللي هي رسمة مرسومة جاهزة في صفحة 301. نمحي هذا لأنه الشكل اللي جاي، السؤال اللي جاي فيه عليه شوية كلام، مش عليه شوية كلام، سمعته سيئة يعني، عليه كلام يعني، في كلام في شغل كويس. الرسمة اللي بعديها هيها، خلينا نرسمها جاية على الجهة هاي. خليك مركز معي، خليك مركز. تبع معي هيك، 1 2 3 4. خلاص في تحت عندك سالب 1 سالب 2 وفوق 1 2 1 2. في عندي اقتران خطي، تعال عند سالب 2 وعند 2 وعند 4 و 2. سالب 2 هذا اقتران خطي هيك، ايوه رسوم هيك اقتران خطي. طيب وفي عندي اقتران تربيعي،
تقريبا هيك رسمته. هذا هيك ماشي. المساحة المظللة اللي هي هاي بعد الاقتران شكله. تابعوا معي الآن في الكلام اللي بدي احكيه. في ملاحظات اجتنا بالسؤال هات يعني أول مرة جي ملاحظات جديدة. معطيني صاد تربيع يساوي سين، هون صاد تربيع يساوي سين. ايش هاد صاد تربيع يساوي سين؟ احنا متعودين صاد يساوي سين تربيع. والثاني صاد يساوي سين ناقص 2 اللي هو هاد صاد يساوي سين ناقص 2 اللي هو الازرق، وهذا ايش؟ الاحمر التربيع. الان الاقتران التربيعي في هذا الكلام الان. ايش الكلام اللي عليه؟ احنا دائما لما يجيك صاد تربيع يساوي سين دائما صاد بنرتبها، اي شيء في صاد بدنا نرتبه. يعني مثلا لو جاك اقتران صاد ناقص سين يساوي صاد ناقص سين يساوي 2، اجاني اقتران زي هيك برتبه. كيف برتبه؟ بخلي الصاد موضع للقانون، بخلي الصاد موضع القانون. صاد ناقص سين يساوي 2، طبعا ناقص سين بنقلها بصير صاد يساوي ناقص سين لما تنقلها بصير سين، طبعا في زائد 2. هاي رتبتها صاد ماشي، صاد على سين يساوي 4، اضرب بسين، اضرب هيك بسين ماشي. صاد يساوي 4 سين ماشي يا جماعة. برتب ايش زي هيك بدي ارتبه. طب هات صاد تربيع يساوي سين، صاد تربيع يساوي سين جذر بده. اذا تبع معي صاد تربيع يساوي سين، هذا التربيع اللي على الصاد عشان اتخلص منه جذر، ما في مشكلة. حط جذر وهون جذر، طبعا الجذر بده ايش؟ موجب وسالب، اوعى تنسى. هون راح الجذر مع التربيع، فصار عندي صاد يساوي جذر سين وعندي صاد يساوي سالب جذر جذر سين. وطالما صاروا تنتين معناته هذا اقترانين، معناته هذا اقتران وهذا كمان اقتران. طب استاذ اعطينا فكرة الان عن اقترانات الجذر وما الجذر، اعطيني فكرة عن الجذر وما الجذر. تمام، الجذر التربيعي هذا اللي هو جواته خطي، جذر جواته خطي، جذر جواته ايش؟ خطي. اي اقتران زي هيك يا جماعة شوفوا، جذر هون موجب او ايش؟ او سالب، جواته هون اكيد في سين، او جواته خطي، بديش احكي لك سين، جواته خطي. ايش يعني خطي؟ يعني خط، ما تعرفين شو يعني خطي؟ سين زائد واحد، سين ناقص واحد، سالب سين ناقص اثنين ماشي؟ مثلا ثلاث ناقص سين والى اخره. وفي برا هون ثابت، ممكن يجي برا هون عندك ايش؟ ثابت موجب او سالب. اعطينا امثله عليك على السريع، امثله على السريع، مثلا امثله على السريع. مثلا الجذر هذا، جذر سين ناقص واحد زائد ثلاثه، مثلا جذر اثنين سين ناقص اربعه ناقص واحد، مثلا جذر واحد ناقص سين زائد اثنين. مثلا هذا الجذر نفسه جذر سالب سين احكي زائد واحد ناقص اثنين سالب جذر سين زائد واحد سالب جذر سالب سين مثلا. حلوين هذا. وناخذ الجذور تبعتنا، الجذور تبعتنا من ضمن الموضوع جذر سين، وفي عندي سالب جذر سين. هاي جذور كثير، هاي جذور ايش؟ كثير. شو القاعدة الآن يا أستاذ؟ ايش القاعدة اللي بدك تحكيها؟ هيو القاعدة اللي بدي احكيها، الجذر هذا الخطي تحت الجذر خطي، هذا شكله كيف بيجي؟ كيف شكله بيجي؟ إما هيك، إما على اليمين، وإما
الشمال. ممكن على اليمين. تحت. بس لتحت. وبرضه ممكن على الشمال. وايش؟ برضه لتحت. هيك. تمام يا جماعة؟ أربع حالات. أربع حالات. أربع ايش؟ أربع حالات. ايش هاد؟ يمين فوق. هذا يمين تحت. هذا شمال فوق. هذا شمال تحت. وفي نقطة هون شايفينها؟ النقطة اللي هو ببلش منها. النقطة اللي هو ببلش منها. فأنا عندي في الشكل هذا، في الموضوع هذا، شغلتين. في شغلتين. ماشي؟ نقطة الانطلاق، هاي النقطة بسميها نقطة الانطلاق. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، في شكله. في ايش يا جماعة؟ شكله. نقطة انطلاق وشكله. ايش يعني شكله؟ يعني يمين فوق يمين تحت، شمال فوق شمال تحت. تمام؟ ونقطة الانطلاق. نقطة الانطلاق سهل جدا اعرفها. ايش هي نقطة الانطلاق؟ من وين بتجيب نقطة الانطلاق؟ اللي هي صفر. صفر الجذر والثابت اللي برا. صفر الجذر وايش؟ والثابت اللي برا. صفر الجذر والثابت اللي برا، هاي نقطة الانطلاق. كيف يا استاذ يعني؟ خلينا نطبقها هيك على السريع عشان تفهم. سهلة جدا. شو صفر الجذر هاد؟ شو صفر الجذر هاد؟ هون س ناقص واحد. شو صفر الجذر؟ واحد. صح؟ لما اخذ س ناقص واحد وسوي بصفر تطلع س تساوي ايش؟ س تساوي واحد. هذا معنى صفر الجذر. صفر الجذر. فاكرين التكامل بالتجزئة؟ كنا ناخذ صفر القوس الأول وصفر القوس الثاني. واحد. وشو الثابت اللي عندي؟ واحد وثلاث. إذا هذا هيك نقطة الانطلاق تبعته من عند الواحد والثلاث. نيجي لها، شو صفر القوس هذا؟ 2 س ناقص 4 يساوي صفر، تطلع س يساوي 2. وشو الثابت اللي برا؟ سالب 1، 2 وسالب 1. شو صفر القوس هذا؟ 1 ناقص س يساوي صفر، تطلع س يساوي 1. وشو الثابت اللي برا؟ 2. إذا هاي نقطة الانطلاق تبعته. طيب، س زائد 1، س زائد 1 تطلع س تساوي سالب 1. والثابت اللي برا سالب 2، إذا نقطة الانطلاق تبعته سالب 1 وسالب 2. هذا شو نقطة الانطلاق تبعته؟ شو صفر الجذر؟ صفر. وشو العدد اللي برا؟ واحد، صفر وواحد. طب هاد شو صفر القوس؟ صفر. وشو العدد اللي برا؟ فيش عدد برا، يعني صفر، صفر وصفر نقطة الانطلاق تبعته. طب جذر سين؟ شو صفر هاد؟ صفر. شو العدد اللي برا؟ صفر، صفر وصفر. شو هاد؟ برضه صفر القوس هاد؟ صفر، صفر الجذر. والعدد اللي برا برضه صفر، صفر وصفر. ماشي؟ هاي نقطة الانطلاق لهاد 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 لهاد. نعم. السالب اللي برا والهجرة. هسا احنا حكينا بدي اعرف شكله الان، كيف اعرف شكله؟ شوفوا يا جماعة، البرة اللي جنب الجذر هاد، اللي جنب الجذر، ها؟ إشارة الجذر، إشارة الجذر من برا، إشارة الجذر من برا. إذا موجب معناته هذا جاي لفوق. وإذا سالب معناته جاي لوين؟ لتحت. إذا الجذر من برا موجب معناته جاي لفوق، لفوق. ممكن يكون لفوق هيك على اليمين، ممكن يكون لفوق لوين؟ شمال. على الشمال. يعني هذا الجذر موجب لفوق، هذا لفوق، هذا لفوق، هذا لتحت، هذا لتحت، هذا لتحت، هذا لفوق، هذا لتحت. معي؟ يبقى إذا بعرف لفوق ولا تحت مين؟ من إشارة الجذر. طب أستاذ ضل أعرف يمين ولا شمال؟ ضل أعرف من إيش؟ يمين ولا شمال؟ يمين ولا شمال؟ من إشارة سين تحت الجذر. إشارة سين تحت الجذر. يعني ما دخل الجذر. إشارة سين اللي جوا الجذر، إشارة سين اللي جوا الجذر. إشارة إذا الخط هذا، إذا كانت إشارة سين موجبة يمين. هذا يمين. وإذا إشارة سين سالبة هذا ايش؟ شمال. طيب يعني جيت للاقتران الاولاني، هذا الاقتران شو نقطة الانطلاق؟ حكينا واحد وثلاثة. الجذر ماله؟ موجب. يعني هذا لوين؟ لفوق. شو إشارة سين؟ موجبة. إذا هذا مين؟ يمين. يبقى فوق يمين، فوق يمين. يعني برسم، لما أجي أرسم، لما أجي أرسم مثلا، وين ارسمها؟ مش عارف. المهم واحد وثلاثة، وين واحد وثلاثة بتيجي يا جماعة؟ مثلا لو انا عندي هيك المحاور واحد وثلاثة، ها، واحد اثنين ثلاث، واحد
2 3 النقطة اللي هي 1 و 3 وين 1 و 3 1 1 و 3 هاي نقطة الانطلاق تبعته. طب هو لوين؟ فوق وايش؟ يمين. فوق ويمين نطلع هاي فوق ويمين معي؟ طيب نيجي لواحد تاني هذا مثلا شو نقطة الانطلاق تبعته؟ 2 2 وسالب 1. طيب الإشارة اللي برا لها موجبة، إيش يعني الإشارة موجبة؟ يعني فوق. شو إشارة سين جوا؟ برضو موجبة، إذا فوق وإيش؟ ويمين. وشو نقطة الانطلاق تبعته؟ 2 وسالب 1. كيف يعني 2 وسالب 1؟ يعني هون 2 السالب 1 بتيجي تحت صح؟ 2 وسالب 1 هون. طب فوق ويمين؟ فوق ويمين؟ ها فوق ويمين. طيب نيجي لكمان واحد ها الإشارة هون إيش؟ موجبة يعني فوق. شو إشارة سين؟ سالبة يعني إيش؟ شمال. فوق وتحت؟ فوق شمال. فوق وإشارة سين سالبة شمال. فوق شمال. فوق إيش؟ شمال. إذن واحد واثنين وين واحد واثنين يا جماعة؟ هاي واحد واثنين هو نقطة الانطلاق تبعته. فوق وشمال؟ فوق وشمال. طيب نيجي كمان نيجي الى تبعنا حبايبنا هذول اللي هم في السؤال تبعنا نيجي للسؤال تبعنا صفر وصفر نقطة الانطلاق انتبهوا معي الان. طيب شو الإشارة هون؟ موجبة معناته وين؟ فوق يمين. شو إشارة سين؟ موجب يبقى فوق يمين. فوق لليمين وين وهذا فوق لليمين؟ أيوة. وشو نقطة الانطلاق تبعته؟ صفر وصفر. تابعوا معي الان هاي نقطة الانطلاق صفر وصفر فوق ويمين أيوة. يعني هذا الجزء الفوقاني اللي هو الصاد يساوي جذر سين موجب. هسا هذا اقتران لحاله. النص الثاني سالب جذر سين اللي هو سالب جذر سين نقطة الانطلاق صفر وصفر. عرفتوا من وين بنجيب نقطة الانطلاق؟ الإشارة السالبة هاي شو معناته؟ تحت. إشارة سين موجبة يمين. تحت يمين تحت بس يمين وين تحت ويمين؟ هاي نقطة الانطلاق تبعته نفسها صفر وصفر تحت يمين اللي هو وين؟ أيوة. هو مرسوم هذا. إذا هذا اللي هو صاد يساوي سالب جذر سين. يعني هذا الأحمر عبارة عن كم اقتران؟ اثنين. واحد صاد يساوي جذر سين والثاني صاد يساوي سالب جذر سين. وطبعا عندي اقتران اللي هو ايش؟ ها اللي هو سين ناقص اثنين صاد. تمام هيك؟ لانه مرسوم الخدعة انه مرسوم. عارف لو انه مش مرسوم اسهل. هذا لو انه مش مرسوم اسهل. ليش؟ عندي صاد يساوي جذر سين برسمه لحالي وبكتب صاد بكتب عليه صاد يساوي جذر سين. والثاني صاد يساوي سالب جذر سين برسمه لحالي وبكتب عليه صاد يساوي سالب جذر سين. فهو جايب لي اقتران واحد كتب لي عليه صاد تربيع يساوي سين بده يضحك علي. فانا شو عملت؟ لا بقسم لك اياه هذا لاقترانين. هذا لازم يتقسم لاقترانين. ليش لازم يتقسم لاقترانين؟ لانه لازم اخلي صاد موضع القانون. لما تخلي صاد موضع القانون بيطلع معك جذر سين بيطلع معك ايش؟ سالب جذر سين. بدك تكون صاحي للشغله ماشي يا معلم. طيب خلصنا من القصه هاي كلياتها. الان احنا حكينا بما انه هذا يا استاذ بما انه هذا مرسوم جاهز اعمل لك هيك رسمه خارجيه. رسمة ايش؟ خارجية. بتعرفش ترسمها تجيب الورقة تحطها وايش؟ وتنسخها نسخ. طيب رسمة خارجية يا استاذ. حاضر. رسمة خارجية الشكل كيف جاي؟ هذا بلزمناه صح؟ بلزمناه. رسمة خارجية يا استاذ جاي هيك تقريبا شكله جاي هيك جاي هيك ماشي ماشي. وطبعا هذا هون هيك هذا الفوقاني جذر سين وهذا ايش؟ سالب جذر سين وهذا اللي هو سين ناقص 2. وين الأعمدة تبعتك؟ ركز معي في الأعمدة الآن وين بدها تيجي الأعمدة؟ أعمدة أستاذ هيو آخر إشي هون هيو في هون عمود لازم هاي بداية المساحة عند بداية المساحة أستاذ عند الصفر عند الصفر وآخرها أربعة آخرها أستاذ عند الأربعة ممتاز. طيب اذا هاي عمودين خلينا نشوف الان كم اقتران خلينا نشوف كم اقتران. واحد اثنين
ثلاثة بدنا كمان عمود. ثلاث اقترانات بين عمودين ما بزبطش. إذا بدي كمان إيش؟ أقسم، بدي أقسم. من وين أقسم؟ من عند التقاطع. أيوه. وين التقاطع؟ في الشلالات، في تقاطع غير هذول؟ لا. هاي أقسم من هون. وانزل تحت. طب هذا وين جاي؟ التقاطع هذا وين عند مين؟ عند الواحد. عند إيش؟ عند الواحد. ورسمه عند الواحد ولا أنا بدي أستنتج؟ لا هو عند إيش؟ عند الواحد. ماشي يا جماعة، مفهومة هاي؟ تمام لحد الآن. يبقى التقاطع هذا وين جاي؟ عند الواحد. طيب معي؟ التقاطع هذا عند الواحد. بدي أتأكد إنه عند الواحد. هي الرسمة المفروض إنه عند الواحد. الرسمة المفروض إنه إيش؟ هي مبين عند الواحد. طب بدي أتأكد أنا إنه عند الواحد. بدي أتأكد إنه عند إيش؟ عند الواحد. بساوي الاقتران. أنا هو اقتران؟ الاقتران اللي هو الخطي مع الجذر اللي هو السالب. هاي لو سويناهم ببعض س ناقص 2 ساوي سالب جذر س. تنقل هذا سالب جذر س هناك بصير عندك س ناقص جذر س لا زائد صار ناقص 2 يساوي صفر. هي عبارة تربيعية شبيهة العبارة التربيعية تاعت الفصل الأول اللي كنا نحللها. اللي كيف كنا نحللها؟ هيك أستاذ كنا نساوي السين، كنا نحط جذر سين جذر سين الإشارات موجب سالب الاثنين اللي هي اثنين واحد. هون جذر سين يساوي سالب اثنين. ايش جذر سين يساوي سالب اثنين؟ مرفوض. فيش جذر تطلع سالب. وهون جذر سين يساوي واحد. ربع الطرفين سين تطلع ايش؟ واحد. هيك اكدنا منه. طيب خلص هيك صار عندي كم مساحة؟ تنتين. ميم واحد وميم اثنين. ركز هيك، ميم واحد وميم اثنين. اذا ميم تساوي ميم واحد زائد ميم اثنين. معي؟ طيب ميم واحد، هاي اكتب ميم واحد. ميم واحد شو تساوي ميم واحد يا جماعة؟ تكامل من صفر لواحد. تبعوا هيك من صفر لواحد. طيب مين اللي فوق؟ هاي ميم واحد. مين اللي فوق؟ الجذر الموجب اللي هو جذر سين ناقص. مين اللي تحت؟ الجذر السالب ناقص جذر سين دال سين. اللي هي شو بتصير؟ زائد. طبعا جذر سين زائد جذر سين اللي هي اثنين جذر اثنين جذر سين. بعدين بتكمل وتطلع الجواب. طبعا جذر سين بتصير سين نص نص وبتكمل. هذا ميم واحد. طب ميم اثنين يساوي برضه تكامل من وين لوين حكينا؟ من واحد لأربعة. من واحد لأربعة مين فوق؟ الجذر الموجب اللي هو جذر سين ناقص. مين تحت؟ اللي هو الخط اللي هو سين ناقص اثنين. بدك تحطه بين أقواس عشان توزع السالب وتكمل حل. ماشي يا جماعة الجذر مفهوم هذا السؤال؟ يعني في شوية شغل كويسين، يعني في شوية زبدة حلوة، يعني هيك كيف عليه السؤال هذا. ماشي الحال. طيب ماشي. طيب والله هاي خلصنا هيك اللي هو السؤال الأول اللي هي الرسومات هاي كلها. السؤال الأول اللي هي الرسومات هاي كلها. طيب السؤال الثاني مساحة المحصورة بين قاف س ومحور السينات اقترانين. السؤال الثالث قاف س وها س اقترانين. السؤال الرابع قاف س ومحور السينات ومستقيمات مستقيمين ننسى منهم قاف س ومحور السينات برضو اقترانين. جد مساحة قاف الربع الأول محصورة بين ص ومنحنى الاقتران ومحور السينات. هدول ثلاث اقترانات بس سهل جدا ما فيش فيه شيء. ستة جد مساحة قاف س وهاء س برضو اقترانين. سبعة مساحة المضوء قاف الربع الأول محصورة بمنحنى الاقتران قاف س ومحور السينات والمستقيم هاء. سبعة بلش بسبعة نروح عند رقم سبعة. جينا للاقتران في السؤال هذا اقتران نسبي عشان نحكي عنه الاقتران النسبي في شوية شغل برضه نخلص من هذا الاقتران. هيو
السؤال هذا الظريف بسطة منه. ها جيت عند سؤال، سؤال سبعة، سؤال سبعة يا جماعة، سؤال رقم سبعة. جد مساحة المنطقة الواقعة في الربع، في الربع الأول. إذا بده المساحة لوين؟ الربع، الربع الأول. هاي مهمة شغلة الربع الأول هاي، يعني أي شيء يخرج برا الربع الأول بدك شيء. بين منحنى الاقتران، هاي اقترانات، خلينا نكتب الآن اقترانات. وعندنا هون إيش؟ أعمدة. يبقى في اقترانات. احنا من المرسوم صح؟ مش مرسوم، خلاص رجعنا لل، في اقترانات وفي ايش؟ وفي اعمدة. اول اقتران معطيني اياه قاف س يساوي 2 على س. جميل جدا. قاف س يساوي 2 على س. حلو. ومحور السينات، محور السينات صاد يساوي 0، رقم 2. صاد يساوي صفر. طيب ماشي. والمستقيم 2 س ناقص صاد يساوي صفر. شوف 2 س ناقص صاد يساوي صفر، 2 س ناقص صاد يساوي صفر. هذا بده ترتيب، بده ترتيب. هاي السالب صاد لو وديتها هناك بتصير صاد يساوي 2 س، يبقى ثالث واحد صاد يساوي 2 س. هذا مش معنى، خلص انسى، زي حفره هيك مش مشكله. صاد يساوي 2 س. والمستقيم هاء ناقص س يساوي صفر، هاء ناقص س يساوي صفر، وهاء العدد النيبيري. كتب لك ايه؟ انتبه علي. هاء ناقص س يساوي صفر، بقول لك هاء العدد النيبيري. العدد النيبيري يعني 2.7 يا جماعه، ماشي؟ تقريبا 2.7. سؤال، سؤال، هذا في صاد شيء هون؟ لا ما فيش صاد. إذا هذا مش اقتران، هذا عمود، هذا مش اقتران، هذا ايش؟ عمود. ليش هذا عمود؟ لأنه ما فيش صاد هون، ما في، ما في صاد. بس بده ترتيب. لو نقلت سالب س بتصير س يساوي هاء، س يساوي ايش؟ يساوي هاء. إذا هذا عمود، س يساوي هاء. وأنا حكيت لك هاء اللي هي كم؟ 2.7. ضلك فاكرها بس، 2.7 تقريبا. هيا انا ما بنحط 2.7 على الرسم، بس خليك عارف ان هي 2.7. اذا هاء ناقص س يساوي صفر، هذا ايش؟ هذا عمود. ليش عمود استاذ؟ لانه لا يحتوي على صاد، لانه الهاء عدد وس، س يساوي عدد. خلاص ماشي، هذا عمود. وعمود ايش اصلا كمان؟ هذا عمود ايش؟ فكرت انا استاذ عمود اصلي. هذا عمود ايش يا جماعه؟ اصلي من السؤال. اذا هذا عمود اصلي. طب العمود اصلي شغل ايش؟ تسكير. لا تنسى القصص هاي، وانا بنسى بس يعني ها بتذكر الواحد. يبقى هذا عمود اصلي شغل تسكير، تسكير بسكر المساحه اذا كانت مفتوحه من جهه معينه. طب وين انا، وين كنت احكي بسبعة؟ خلص خلص السؤال، الموضوع تعبير روح. نقرا في السؤال ساعه. طيب قاف س يساوي 2 على س، صاد يساوي صفر، هذا محور السينات استاذ عارفينه، محور السينات، محور السينات عارفينه اللي هو بيجي يا اما سقف يا اما ارضيه. وصاد يساوي 2 س، بعد ما رتبنا هذا صار يساوي صاد يساوي 2 س. خطي هذا اقتران ايش؟ هذا خطي، وهذا هذا شغل سقف او ارضيه، يا سقف يا ارضيه اللي هو محور السينات، او اي اقتران ثابت، اي اقتران ثابت يا سقف يا ارضيه. بس هذا جديد، قاف س يساوي 2 على س، قاف س يساوي 2 على س. تبع معي الان، شغل، شغل جديد، شغل كلام، كلام جديد. قاف س يساوي 2 على س، ها اعتبره هون بدي اعطي امثله عليه. هذا اسمه اقتران كسري او نسبي، كسري او ايش؟ او نسبي، بدي اسميه كسري. ها اقتران كسري، البسط ثابت والمقام درجه اولى. خلاص؟ هذا اقتران هيك كسري او نسبي، او بدك تسميه نسبي سميه نسبي او كسري. المهم البسط ثابت والمقام درجه اولى، درجه اولى. البسط
ثابت ومقام درجة أولى. أعطينا أمثلة عليه، أعطينا أمثلة عليه. مثلا هذا رقم واحد، قاف س يساوي اثنين على س زائد واحد، اثنين على س زائد واحد، مثلا زائد كمان بحكي ثلاثة. واحد ثاني رقم اثنين، قاف س يساوي سالب واحد على س ناقص واحد زائد اثنين. رقم ثلاث، قاف س يساوي، خذ استاذ هذا المعنى ايش هو، 2 على س، حاضر 2 على س. ورقم 4 مثلا، قاف س يساوي 2 ناقص 1 على س. 5 قاف س مثلا يساوي 3 ناقص 2 2 عايش على س زائد 1. هذول مثلا هذول اقترانات نسبيه او كسريه، نسبيه او كسريه. شو قصه الاقتران هذا استاذ؟ ايش قصته؟ شو مشكلته الاقتران على الشكل هذا؟ الاقتران على الشكل هذا بيجي شكفتين، بيجي كم شكفه؟ شكفتين، اما هيك ها اما هيك خلاص، ايوه اما هيك، واما اما هيك، ما اختلف يعني نفس الشيء. بس وين؟ هون وهون. الفرق بين هذا وهذا طبعا، هذا في الربع الاول والثالث، في الربع الاول والربع الثالث، وهذا في الربع الثاني والرابع، في الثاني والرابع، اول وثالث، ثاني وايش؟ ثاني ورابع. والمحاور هذول مش، هذول مش شرط يكونوا، المحاور هذول مش شرط محور السينات ومحور الصادات، مش شرط يكونوا محور السينات ومحور الصادات. النقطة هاي هي اللي بتحكم. النقطة هاي ايش يا جماعة؟ هي اللي بتحكم الموضوع. اسمها نقطة، نقطة التماثل. وهي برضه اسمها نقطة ايش؟ نقطة التماثل. طب القصص هاي كيف بتعرفها؟ القصص هاي كيف بتعرفها؟ ها؟ نيجي للكلام المهم، كيف بتعرف القصص هاي؟ إشارة هون الثابت صح؟ هون ورا وين؟ هون الثابت صح؟ هون في ثابت، واللي تحت ماله؟ خط. ماشي، احنا اتفقنا هيك. عشان أعرف إذا كان في الربع الأول أو الثالث، باخذ إشارة الثابت هذا. شايفين انه ثابت؟ هذا اللي فوق اللي في الباسط، إشارة الباسط أو الثابت اللي في الباسط ضرب إشارة سين اللي في المقام، خلاص؟ إشارة اللي فوق مع إشارة سين اللي تحت، بضربهم. شو بعمل؟ بضربهم. إذا طلع موجب هذا في الربع الأول والثالث، وإذا طلع سالب هذا في الربع الثاني والرابع. طيب نقطة التماثل أستاذ من وين بتجيبها؟ نقطة التماثل اللي هي النقطة اللي بتحكم هاي، من وين بتجيب هاي نقطة التماثل؟ نقطة التماثل هي صفر المقام والثابت اللي هو الثاني. الثابت انو يا جماعة؟ الثابت الثاني، الثابت الثاني، خلاص؟ اذا نقطة التماثل اللي هي النقطة هاي من وين بجيبها؟ صفر المقام والثابت اللي برا، الثابت الثاني. طيب كيف بتعرف الربع الاول والثالث او الثاني والرابع او الثاني والرابع؟ حكيت لك تاخذ اشارة الثابت اللي في الباسط مع اشارة سين في المقام تضربهم، إذا موجب في الربع الأول والثالث، إذا سالب الربع الثاني والرابع. أعطينا أمثلة أستاذ. طيب حاضر، شوف رقم واحد، سهلة جدا، التطبيق بيكون سهل جدا، ولا أحلى منه التطبيق، يعني الكلام هذا بتحس إنه صعب شوية، بس تطبق بتصير الأمور صارت إيش؟ سهلة. شوف هيك يا سيدي العزيز، ها؟ شو شرط البسط؟ موجب. شو شرط سين؟ موجب. موجب ضرب موجب؟ موجب. يعني في الربع الأول
الاول والثالث. طب ممتاز. نقطة التماثل الصفر اللي هون والعدد هذا، شو صفر س زائد واحد؟ سالب واحد. وشو العدد هذا؟ سالب واحد وثلاثة. هاي نقطة التماثل في الربع الاول والثالث. كيف يا استاذ هذا بترسم؟ هاي على السريع بس استاذ وين هاي؟ وين سالب واحد وثلاث؟ طبعا هون السالب واحد والثلاث واحد اثنين ايش؟ هون سالب واحد وثلاث، وين النقطة؟ هاي سالب واحد وثلاث. معي يا جماعة؟ بتيجي عند النقطة هاي بتعمل محاور جديدة. عملت محاور ايش؟ محاور جديدة من عند النقطة هاي. شفتوا كيف؟ واحنا حكينا هذا في انو ربع؟ اول وثالث. اول وثالث، وين اول وثالث؟ هون هيك يجي رسمته هيك، اول وثالث. لما تعمل محاور جداد من عند نقطة التماثل بيطلع عندك ربع جداد، ربع اول، ربع ثاني، ثالث، رابع. هذا في الربع الاول والثالث، الاول والثالث الجداد يعني. الاول والثالث الجداد. طيب هاي رقم واحد استاذ، اعطينا رقم اثنين هيك تنشوف. مثلا ها قاط س، شو الاشاره هون؟ سالب. شو الاشاره هون؟ موجب. سالب ضرب موجب او سالب تقسيم موجب سالب. بما ان الاشاره سالب يعني هذا في الربع الثاني الثاني والرابع. طيب شو نقطة التماثل؟ شو صفر المقام؟ س ناقص واحد، شو صفره؟ واحد. وشو العدد ها؟ واحد واثنين. طيب بدي ارسمها. يا سلام، ولا اسهل مني. طلعت نقطة التماثل ايش يا جماعة؟ واحد واثنين. طلعت نقطة التماثل واحد واحد واثنين، يعني سين واحد سين واحد وصاد اثنين. صاد اثنين من وين؟ هون واحد اثنين هون، صاد اثنين. هاي الأربعة الجديدة شفتوهم؟ هاي الأربعة الجديدة. طيب وين بيجيها؟ في الثاني والرابع. الثاني أول الثاني ها الثاني والرابع. هيك بتيجي الأسماء. طيب كان واحد قاب س يساوي 2 ع س. شو شرط البسط؟ موجب. شو شرط المقام؟ موجب. موجب مع موجب بعطي موجب، إذا هذا في الأول والثالث. طب ماشي. نقطة التماثل صفر المقام صفر. وشو العدد المطلق؟ برضه صفر وإيش؟ صفر وصفر. إذا بترسم هيك صفر وصفر. وين صفر وصفر؟ هاي نفسها صفر وإيش؟ صفر وصفر. هاي صفر وصفر. هذا وين؟ في الأول وبالثالث. أول وثالث، أول وثالث. هذا بيجيش على المحور هذا ولا هذا، وهذا بيجيش على المحور. قرب منه بس. هاي أول وثالث. طب ماشي، خلصنا من اثنين، خلصنا من ثلاث. أستاذ روح عند أربعة. هذا أربعة بده ترتيب شوي. شو بده؟ ترتيب. كيف يعني ترتيب؟ ليش العدد جاي لقدام هون؟ عاد برجع لك إياه لورا، لا تزعل. لما يرجع هذا لورا شو بضل؟ سالب واحد على ايش؟ على س. ضل سالب واحد على س. ليه بتكتب هيك؟ سالب واحد على س زائد، والاثنين رجعت ورا زائد اثنين. شو شرط البسط؟ سالب. شو شرط المقام؟ موجب. سالب مع موجب اذا في الربع الثاني، اذا في الثاني والرابع. طيب شو صفر المقام؟ صفر. وشو العدد اللي هون؟ اثنين. صفر واثنين وثاني ورابع. وين صفر واثنين؟ صفر السين صفر. هاي السين صفر. وصاد اثنين. هاي الصاد اثنين. هاي محاور جداد. هذا ربع اول ثاني ثالث رابع. احنا وين؟ في الثاني والرابع. الثاني والرابع. هو ما بيجي على ليش المحاور بعيد ماشي؟ بعيد شوي ماشي يا جماعة؟ مفهوم هيك؟ طب كمان واحد هذا استاذ سهل، بس هون في مشكلة. ايش المشكلة؟ ثلاث رجعها لوين؟ لورا. الثلاث رجعها لورا زي الثلاث. طب السالب ها؟ طبعا مع البسط. البسط سالب والمقام موجب. سالب وموجب زي الربع الثاني والرابع. والرابع الثاني ورابع. طيب صفر المقام سالب واحد، وهذا ثلاث سالب واحد وثلاث، وثاني ورابع سالب واحد وثلاث. ماشي، هاي سين وهاي صاد. سالب واحد وهون سالب واحد. سين سالب واحد وثلاث وهون ثلاث.
اذا هاي الاربعة الجديدة احنا بالثاني والرابع الثاني الثاني والرابع بس هيك بترسم الاقتران ماشي يا جماعة وصلت الفكرة مفهوم كيف يعني الاقتران ايش معنى اشارة الباص مع اشارة المقام اشارة سين اللي بالمقام بعطيك موجب اذا انت في الاول والثالث بعطيك سالب اذا انت في الثاني والرابع كيف اعرف نقطة التماثل نقطة التماثل اللي هي صفر صفر المقام والثابت الثاني والثابت ايش الثاني ولما يكون صفر وصفر نضل على نفس المحور صفر وصفر اللي هي المحاور الرئيسية نرجع لكلامنا نرجع لسؤالنا لسه نرجع لايش لسؤالنا هذا شرح هيك يعني تقريبا نرجع لسؤالنا الآن نرجع لسؤالنا نرجع لطريقة حلنا العادية جدا بس هيك فكرة انه المنحنى هذا شكله هيك بيجي ففي منحنيات او اقترانات كويس انه يكون في بالك شكلها كويس انه يكون في بالك شكلها كويس انه يكون في بالك شكل الاقتران قبل ما تشتغل حكينا الثابت معروف يا سقف يا ارضية الثابت يا جماعة الثابت الاقتران الثابت بيجي ايش يا سقف يا ارضية هذا الثابت وفي عندنا الاقتران الخطي بس الخط بده نقطتين بس نقطتين احلى نقطتين بترسم التربيعي ما انتوا عارفين التربيع حكينا يا فوق يا تحت وبدك تعرف نقطة الرأس كويس تعرف نقطة الرأس التكعيبي اللي هو سين تكعيب لحالها حكينا يا ما بيجي هيك يا ما بيجي هيك ونقطة التماثل حكينا شو هي تكعيبي الجذر حكينا لسه من شوية الجذر اللي هو موجب وسالب إشارة سين موجب وسالب موجب وسالب تحدد لي فوق وتحت والموجب والسالب تحدد لي يمين ويسار وهسه حكينا عن الاقتران اللي هو ثابت على خطي وثابت ماشي يا جماعة حكينا نقطة التماثل تبعته صفر المقام والثابت الثاني وحكينا عشان تعرف الربعين إشارة البسط ضرب أو تقسيم إشارة المقام أو إشارة سين في المقام إذا موجب بيكون في الربع الأول والثالث وإذا سالب بيكون في الربع الثاني والرابع كويس إنك تعرف الشغلات هاي منيح يعني لما تشوف الاقتران تعرف إيش الشغلات هاي طيب أنا جيت هون وإحنا نحل السؤال هذا اثنين على سين حكينا اللي هو هذا بيجي إيش شكفتين هذا اللي هو بيجي شكفتين هذا هون موجب وموجب هذا بيجي بالربع الاول على السريع الاول وايش الاول والثالث على السريع يا جماعه ونقطه التماثل تبعته شو صفر المقام صفر وصفر يبقى صفر وصفر نقطه التماثل تبعته صفر وايش صفر وصفر ماشي طبعا هذا الاقتران محور السيناق معروف هذا اقتران ايش اقتران خطي نبلش في الخطوه اللي بعدها طبعا لما اكتب الاقترانات واكتب الاعمده اللي هي خطوه المساواه انت لسه ما عملتش شيء خطوة المساواة لسه انا كنت اشرح يا جماعة كله شرح انا كنت اشرح يعني انا الان لسه كأنه بداية يعني لسه ما اخذنا ولا اشي في الوقت انا كل اللي حكيته كان شرح بداية الان المساواة في عندك واحد اثنين ثلاثة تاخذ واحد واحد مع اثنين اللي هو مين اثنين على سين ركزوا معي الان اثنين على سين يساوي صفر ضرب تبادلي ضرب ايش تبادلي سين بصفر صفر يساوي واحد باثنين واحد باثنين يساوي اثنين ايش هاد صفر يساوي اثنين ايه يعني واحد واثنين انتبه معي الان الشغله اللي جايه هاي واحد واثنين ما طلع مساواه ما طلع بينهم تقاطع ما طلع بينهم تقاطع اذا لا يتقاطعان لا يتقاطعان ما طلع منهم يا جماعه سينات ما هذا انا بجيب لما اخذ واحد واثنين بعرف بشوف وين تقاطعهم هذا معنى كلمه تقاطعهم ما فيش ما طلع شيء لا يتقاطعان واحد واثنين ما بتقاطعوا اللي هم ايش واحد واثنين ما بتقاطعوا اللي هو الاقتران النسبي ما محور السين طبعا ما بتقاطعوا مشان من شويه لما رسمت لك الاقتران هذا بيطلع حكيت لك كيف شكله بيجي حكينا هون في الاول حكينا هيك
بيجي هيك ما بتقاطع صح؟ اه فعلا هي طلع وما بتقاطع. ماشي؟ يبقى هذا النسبة ما بتقاطع مع محور السينا. وهذا اللي احنا عارفينه اصلا، ليش؟ لانه بيجي بالربع الاول والثالث رسمته بس هيك وهيك ما بتقاطع. طيب خذ واحد وثلاث. اثنين عسين. واحد وثلاث اللي هو اثنين عسين. يساوي اثنين سين. سويها مع اثنين سين. هون طبعا ضرب تبادلي على واحد. اثنين سين بسين، اثنين سين تربيع. واحد باثنين اثنين، قسم على اثنين، قسم على اثنين، يطلع عندك سين تربيع تساوي واحد، اذا سين تساوي واحد، وسين تساوي سالب واحد، سالب واحد ايش تهمل؟ عارفين ليش تهمل؟ عارفين استاذ ليش تهمل؟ لانه حكلف الربع مين؟ الاول. الربع الاول ما بتلزم. مسمول. اذا في عمود عندي سين يساوي واحد كمان. وهذا بيساعد في الرسم ممكن، سينوس او سالب واحد هذا بيساعد في الرسم. سينوس او سالب واحد بس بيساعد ايش؟ ممكن يساعد في الرسم، ممكن يساعد في الرسم. طيب. شو بدي فيه؟ انسى، خلاص ولا يساعد في الرسم ولا بدي اياه اصلا. هذا مش في الربع الاول، انسى الموضوع. انسى، انساك منه، ناقصين بلاوي؟ هاي واحد واثنين، واحد وثلاث، اخذ اثنين مع ثلاث؟ ماشي، اثنين مع ثلاث. صفر. وين؟ اثنين سين. يساوي اللي هو صفر، تطلع سين تساوي ايش؟ سين تساوي صفر. هاي كمان عمود. هاي كمان عمود، سين تساوي صفر. كم عمود هدول يا جماعه؟ واحد اثنين ثلاث اعمده. واحد اثنين ثلاث اعمده. الثلاث اعمده اللي عندي هاي اول واحد فيهم اللي هو سين تساوي صفر، الثاني اللي هو الواحد، بعدين الثالث اللي هو مين؟ اثنين وسبعة من عشرة اللي هو الهاء، اللي هو اثنين وسبعة بالعشرة اللي هو الهاء. تمام هيك؟ تمام؟ طيب حط الرسمة تبعتنا. احنا في شغلة ما عملناهاش كمان. الرسمة تبعتنا استاذ، ما انت دايما استاذ بتطلع قيم قبل ما ترسم، قبل ما تدرج، قبل ما تدرج على الرسم بتحط قيم عشان تعرف كيف تدرج، يعني الارقام اللي تطلع معك حط دايما انت قيم استاذ وهيك عشان تعرف الشكل كيف يجي معك بالضبط. يعني شو احط الارقام على محور السينات والصادات، ايش ادرجه يعني. طب ماشي، شو القيم اللي طلعت عندك؟ واحد وصفر واثنين وسبعة بالعشر. لما اعوضها في الاقتران الاول، اعوض الواحد، اعوض الصفر، واعوض الواحد، واعوض اثنين وسبعة بالعشر. اعوض الصفر، اثنين على صفر اثنين على صفر غير معرف. عوض الواحد، اثنين على واحد، اثنين. عوض اثنين وسبعة من عشرة، اثنين على اثنين وسبعة من عشرة، اثنين على اثنين وسبعة من عشرة، اثنين على اثنين وسبعة. ايش اصغر من واحد؟ تيجي اصغر من واحد. ما علينا، المهم. طبعا هون صاد يساوي صفر اللي هو محور ايش؟ محور السينات، معروف هذا، بدوش تعويض، هذا محور السينات. طيب هون صاد يساوي اثنين سين، عوض الصفر. صفر. اثنين بصفر، صفر. عوض الواحد، اثنين بواحد، اثنين. عوض اثنين وسبعة من عشرة، اثنين في اثنين وسبعة من عشرة، اثنين واثنين وسبعة من عشرة قديش بتطلع؟ خمسة واربعة من عشرة؟ خمسة واربعة من عشرة؟ خمسة واربعة من عشرة. خمسة واربعة من عشرة. طب يا جماعة هاي الأرقام، شو أرقام الصوت طلعت معك؟ صفر، اثنين، خمسة، أربعة من عشرة، اثنين، واحد، أرقام يعني لحد لو لحد الستة بتزبط معنا، لحد الستة ايش؟ بتزبط معنا، ماشي، لحد الستة، كويس لحد الستة. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، حد الستة كويس. وطبعا السينات صفر، واحد، اثنين وسبعة من عشرة، صفر، واحد، اثنين، ثلاث. وهون اللي هي اثنين تقريبا وسبعة من عشرة، هون اللي هي مين؟ الهاء. اللي هي الهاء، اثنين وسبعة من عشرة. وأول إشي بنرسم الأعمدة. أول إشي شو بنحدد؟ الأعمدة. شو عندك عمود؟ عندي عمود عند سين سو صفر، ماشي. هيو سين سو صفر اول عمود اللي هو من هون، سين سو صفر اللي هو العمود. ايش هذا يا جماعة؟ اصلي هذا؟ لا مش اصلي، بس المهم سين سو صفر. يبقى هون عند الصفر في عمود. وفي عندك عند سين يساوي واحد. عند سين سو واحد. هاي سين سو واحد كمان عمود. هاي عند سين سو واحد عمود يا جماعة. طيب
يبقى عندي الواحد في عمود. وفي عندك هندسي نساوي ها اللي هو العمود الاصلي يا عمود هندسي نساوي ها ماشي. هاي عند الها وهذا خلاص هيك اخر عمود ثلاث عمود. نرسم الاقترانات اللي عندي حبيبي. ركز معي الان في رسم الاقترانات. خلي هذا اللي بعدين ماشي. صاد يساوي 2 س، صاد يساوي ايش؟ 2 س. عندك صفر طلع مع ايش؟ مع صفر، صفر مع صفر. وطلع عندك واحد السين واحد طلعت الصاد تبعتها 2، واحد طلعت الصاد تبعتها 2. وعندك ال 2.7 اللي هي الهاء طلعت كم؟ 5.4. الهاء عندي 5.4 يعني هون تقريبا. ايوه. هون تقريبا. مد خط هذا بيجي خط ايش؟ خط مستقيم وهذا اقتران خطي. اقتران خطي. طيب ليش استاذ هيك طلع مشلف معك؟ بس النقطة هاي بظبط لك اياها ان شاء الله. عادي هذه مشكلة. الرسمة بتاعتنا والحل بتاعنا. طيب الثاني محور السينات موجود. محور السينات هي محور السينات خالص زي هذا ثاني واحد تقول لك عليه شوية قاطعك يمسس والله شوي هيك. هذا محور السينات يا سيدي العزيز ولا يهمك بتمون. هاي محور السينات كلنا هنمون في يوم من الايام. طيب اللي بعدين قاف سين يساوي 2 ع س. يخرب بيته 2 ع س هذا كيف بيترسم؟ ايوه شفت كيف تحتاج القصه هاي. 2 ع س الصفر غير معرف. شو هذا الغير معرف هاي ما رضتش علينا يا اخي خليه يسيبها بلاش. طب 1 مع 2 1 واحد مع اثنين موجودة. هاي نحط اكس المرة. وفي عندي 2.7 مع ايشي؟ اصغر من واحد. اصغر من واحد يعني الها مع ايشي اصغر من واحد يعني هون تقريبا ماشي؟ ايشي اصغر من واحد احكوا هون. والله مبين معنا ايش استاذ. طيب. مش مبين معيش. شو هذا؟ احنا شو اتفقنا المرة اللي فاتت؟ خد ارقام بالنص. شو انت عندك من صفر لواحد لاثنين للها؟ خد ارقام بينهم عشان يبين معاك الشكل. عشان يبين معاك الشكل خد الاثنين. 2 على 2 1 حلو والله غالي. 2 مع 2 1 هاي كمان بين الشكل ولا لسه؟ لسه استاذ. هيك خد الصفر ما ظبطش معنا. خد نص يعني بصير اخد نص. ليش لا؟ ليش ما بصير 2 2 تقسيم نص 4 2 تقسيم نص 4 يعني النص بيجي مع مين؟ مع الاربعه اساس. حاضر. اذا النص اجى مع الاربعه بين الشكل؟ تهيألي بين يعني تهيألي هيك بين ولا لسه؟ لا خلص. واحنا طبعا عارفين مبدئيا انتبه الان احنا عارفين مبدئيا انه هذا يا استاذ رسمته بيجي في الربع الاول والثالث ونقطه التماثل بتاعته صفر وصفر. هات صفر وصفر. إذا هذا الربع الأول، الثاني، الثالث والرابع، بيجي في الربع الأول والثالث، الثالث ما بيلزمني، لأن إحنا السؤال تبعنا في الربع الأول. إذا بيجي في الربع الأول، كيف شكله في الربع الأول؟ هيني عملت لك نقط كمان، شو بدك أحلى من هيك؟ وصل ما بينهم. يا سلام. سكر، سكر المساحة اللي بدي إياها. سكرت المساحة اللي بدي إياها، كيف؟ هاي اقتران. وهاي محور السينات وهذا ايش يا جماعه فاكرين شو اسمه هذا؟ هذا عمود ايش؟ اصلي العمود الاصلي شغل تسكير. ايوه سكر لي المساحه من هون. العمود الاصلي اللي هو الهاء حكينا اصلي شغل تسكير. ايوه سكر لي المساحه الله يجزي الخير. وعندي هذا النسبي والخطي ومحور السينات والعمود الاصلي اللي سكر المساحه. وين المساحه المطلوبه هسه؟ ايوه والله يعني ما فيش مجال يعني. هاي المساحة المطلوبة. طيب المساحة المطلوبة في عندك كم عمود؟ هايهم واحد اثنين ثلاث أعمدة مساحتين. طبعا ثلاث أعمدة هايهم في ميم واحد وأكيد وفي ميم ايش؟ في ميم اثنين. ثلاث أعمدة بينهم مساحتين. طيب ميم إذا ميم تساوي ميم واحد زائد ميم اثنين. طيب ميم واحد اللي هي تكامل اللي
ميم واحد، نعتبر هاي ميم واحد يا جماعة. خطي. طبعاً هاي عمود، العمود هاي. وهاي ميم إيش؟ ميم اثنين. وهاي ميم اثنين. مين اللي فوق ميم واحد؟ خطي. الخطي. اللي هو إيش الخطي؟ اثنين سين. ناقص محور السينات هو اللي تحت صح؟ خلاص انسى محور السينات. طبعا من صفر لوين؟ لواحد. زائد ميم اثنين، هاي ميم اثنين، مين اللي فوق؟ النسبة. النسبة. هذا النسبة اللي فوق اللي هو اثنين على سين. برضه محور السينات. طبعا انا عندي من واحد لها. ناقص مين اللي تحت محور السينات؟ انساك منه محور السينات. لاحظوا يا جماعة، انا لما بكتب التكاملات ما بحط اثنين وسبعة من عشرة. احط هاء، بس انا اكون عارف وانا برسم الهاء اللي هي 2.7 عشان اعرف مكانها بس قبل الثلاث، بس عشان اعرف مكانها، بس عشان اعرف مكانها. خلاص هيك. طبعا التكامل هون، بس احب اذكرك ان 2 ع س بما انه هذا ثابت واللي تحت خطي، تكامل هاد ينزل الثابت في لوغاريتم، لوغاريتم الخط اللي هو لوغاريتم مين؟ س. افكرك فيها بس، عندك هون ثابت وهذا خطي، تكامل القصور الجزئية، القصور الجزئية ثابت وخطي، بينزل الثابت لوغاريتم الخط اللي تحت، ومعامل س واحد بنقسم ايش عليه. طبعا هذا من وين؟ من واحد لها. من واحد لها. الاثنين تخليها برا، لما تعوض لوغاريتم الهاء محل السين بصير لوغاريتم هاء للهاء اللي هي واحد، لوغاريتم هاء للهاء ايش؟ واحد. ناقص لوغاريتم تعوض الواحد، لوغاريتم الواحد صفر، لوغاريتم الواحد ايش؟ صفر. واحد ناقص صفر واحد، اثنين بواحد اثنين، اللي هي المساحة مين؟ ميم. المساحة الثانية ميم اثنين، شو تطلع؟ اثنين. وطبعا ميم واحد سهلة، اثنين سين اللي هي اثنين سين تربيع على اثنين، سهلة ايش؟ سهلة جدا. طلع ماشي يا جماعة السؤال هذا. اذا نحن هيك يعني برمنا كتير في هذا اثنين على سين هذا، بس فايدة يعني فايدة. ولا تنسوا الشغلة هاي برضو، لا تنسوا الشغلة هاي، عرفنا شكله هذا، هذا شكله، معرفة شكله بيساعدني في الحل. الشغلة الثانية، الشغلة الثانية اللي ساعدتني في الحل، الشغلة الثانية اللي ساعدتني في الحل ايش هي؟ انه بدي ارسم هذا النسبي، خط نقطة هون ونقطة هون، مش مبين شكله، خذ نقط ما بينهم كمان، عندك من صفر للهاء، خذ نقط زي ما بدك. خذ نص. كمان غير النص، خذ ربع يا سيدي، خذ ربع. ما في مشكلة. اثنين تقسيم ربع ثمانية، يعني الربع راح يطلع مع مين؟ مع الثمانية. إذا بدك تكمل هذا بضل نكمل لفوق. الله يسهل عليك. بدك تاخذ الربع خذ ثمن واحد على ثمانية، يطلع معك اثنين على واحد على ثمانية يطلع 16. جيب سلم سلم. بيطلع لفوق، ما في مشكلة. بس المهم مش راح يقطع، مش راح يقطع محور الصادات، المحاور تبعته ما بقطعها. ماشي. المحاور تبعته ما بقطعها، يا اما بيجي احنا حكينا في الربع الاول والثالث بضله ماشي، ما بقطع. ما بقطع نهائيا يا جماعه، خلاص؟ اما بيجي في الثاني والرابع وبرضه ما بقطع. ما بقطع محاوره، محاوره اللي هي تبعت نقطة التماثل. يعني عادي ممكن نقطع محور السينات، ممكن نقطع محور الصادات. لو كانت النقطة التماثل تبعته مش صفر وصفر، احنا رسمناهم من شوي. ايوه. طيب. ماشي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، هذا اللي هو سؤال رقم سبعة. صفحة. رقم سبعة، صفحة 302. 302 سؤال رقم سبعة. نيجي لسؤال، سؤال ثمانية. نوصل عند سؤال ثمانية، سؤال ثمانية يا جماعة، سؤال رقم ثمانية. هذا سؤال سبعة، نوصل عند سؤال رقم ثمانية، ولا يمكن انك تتمكن يعني من الرياضيات صح الا اذا انت تحل بايديك. يعني الاسئلة هاي ما فهمها، خلاص قديمة، خلاص السؤال هذا عارفه، السؤال هذا عارفه، مش مشكلة، خلاص سهل اللي بعده، حلو واحد واحد بايديك استفيد. إذا سهل سهل يعني خلاص، سهل سهل على الآخر مش مشكلة. أما يعني الأسئلة ثلاث اقترانات وهيك، مش حاسس إنه في إشي غريب، حاول تحل. سؤال ثمانية، إحنا في صفحة 302، سؤال ثمانية ها، صفحة 302 يا جماعة، إحنا بعدنا في أسئلة الدرس. هذا السؤال رقم ثمانية. سؤال رقم ثمانية،
جد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران قاف س يساوي 1 ناقص س تربيع. هاي أول واحد قاف س، يبقى هون عندي خلينا أكتب اقترانات وأكتب هناك إيش؟ أعمدة. عندي الاقترانات أول واحد قاف س معطيني إياه يساوي 1 ناقص س تربيع، واضح إن هذا شو نوعه؟ تربيعي. هذا تربيعي، اقتران تربيعي. بما انه اقتران تربيعي على السريع هيك معلومات عنه، واحد ناقص سين تربيع اقتران تربيعي، السين تربيع سالبة معناته هذا مفتوح لوين؟ لتحت. مفتوح لتحت. لو عرفت نقطة الرأس كويس، لو عرفت نقطة الرأس، نقطة الرأس تبعته حكينا دائما نقطة الرأس كيف بتعرفها؟ سالب معامل سين. وين سين هون؟ في سين هون؟ إذا ما في سين نقطة الرأس صفر. عوض الصفر، واحد ناقص صفر تربيع واحد، إذا هذا الرأس وهذا، هذا الرأس تبعه، ماشي. سريعا، هاي الاقتران التربيعي، سريعا هيك. ومحور الصادات، محور الصادات، محور الصادات، محور الصادات، اللي هو س يساوي صفر، س يساوي صفر هذا عند الأعمدة مش عند الاقترانات. أيوة. يبقى عند الأعمدة في س يساوي صفر، ولا تنسى إيش هذا أصلي؟ شغل تسكير. بما إنه أصلي شغل تسكير. ماشي؟ يبقى عند الأعمدة في محور الصادات س يساوي صفر، س يساوي صفر هذا عمود أصلي، شغل تسكير مساحة، إذا كانت مفتوحة من جهة تسكر. طيب، والمستقيم س زائد ص يساوي 5. رقم 2 المستقيم الثاني معطيني إيش هو؟ س زائد ص يساوي 5، هذا بده إيش؟ بده ترتيب، خلي ص موضع القانون. سهل، خذ الس وديها هناك، شو بصير؟ ص يساوي 5 ناقص ناقص سين، إذا هذا رقم 2. وهذا إيش؟ هذا الترتيب تاعه. نساك من هذا، إذا ص يساوي 5 ناقص سين، رقم 2. وهذا شو نوعه؟ خطي هذا سهل. هذا الخطي حبيبنا اللي هو أبو نقطتين، حط له نقطتين وبقول لك شكراً. حط له نقطتين بقول لك تمام معك. طيب، وفي عندي 3 ناقص سين يساوي صفر. لا في واحد كمان هيو. وين؟ هاي ص يساوي س ناقص 1، ص يساوي س ناقص 1، إذا رقم 3 في عندي ص يساوي س ناقص 1، هذا برضو إيش؟ هذا برضو خط أبو نقطتين. والله شيء حلو في خطين. شكرا جدا. ص يساوي س ناقص 1، هاي خلصنا الاقتران. هذا سهل جدا، اقتران تربيع واقتران خطي واقتران خطي، والأعمدة معطيني عمود واحد أصلي اللي هو محور أصلا الصادات. نبلش في المساواة. واحد مع اثنين. المساواة يا جماعة خذ واحد واثنين. واحد واثنين. واحد ناقص سين تربيع. واحد واثنين، واحد اللي هو واحد ناقص سين تربيع يساوي اثنين خمسة ناقص سين، وهي طبعا عبارة تربيعية بدها ترتيب. أحسن خذ هدول وديهم هناك. ليش أستاذ؟ عشان السين تربيع تتحول موجب. فلما السالب سين تربيع تروح هناك بصير سين تربيع. الواحد لما يروح هناك بصير سالب واحد صح؟ وفي هناك سالب س وخمسة ناقص واحد زائد أربعة يساوي صفر. نقلته هناك وجمعت، نقلته وجمعت، طيب ماشي. بعدين ايش في عندك أشياء؟ هذه عبارة، عبارة بدها حل. حط س، س إشارة سالب وسالب بسالب برضو ايش؟ برضو سالب. طيب الأربعة، الأربعة إما أربعة بواحد أربعة بواحد مجموعهم بعطيني واحد؟ لا. لا. إما اثنين باثنين، اثنين باثنين مجموعهم يعطيني واحد؟ لا. لا. إذا نشتغل على المميز. كبير. إذا فيش أعداد نشتغل على المميز. المميز باء تربيع ناقص أربعة ألف جيم. الباء معامل سين سالب واحد تربيع واحد ناقص أربعة ألف معامل سين تربيع واحد. الجيم أربعة. يصير عندك واحد ناقص أربعة واحد أربعة واحد ناقص 16 يطلع الجواب ايش؟ سالب اذا لا يتقاطعان. لا استفدنا، لا يتقاطعان. ها عرفت انهم ما بتقاطعوش. يبقى هاي شغله، اذا هدول لا يتقاطعان. طيب واحد واثنين، بس واحد وثلاث. واحد ناقص سين تربيع. خذ واحد وثلاث، واحد ناقص سين تربيع يساوي سين ناقص يساوي ثلاث سين ناقص واحد. برضه انقل لي هدول هناك تصير سين تربيع. زائد سين ناقص اثنين يساوي صفر، عبارة تربيعية.
انتبهوا يا جماعة هون العبارة التربيعية لما حللت حكيت الأربعة أربعة بواحد مش تحط على طول أربعة بواحد وتروح لا لا ما بزبط بدك تتأكد أتأكد إنه مجموع هل الأربعة بواحد مجموعهم بعطيني زي معامل سين؟ لا بجرب اثنين باثنين هل اثنين باثنين مجموعهم بعطي زي معامل سين؟ لا إذا أنا على طول على مين؟ على المميز إذا فيش غير الأربعة بواحد واثنين باثنين طب نرجع لهون سين سين موجب سالب الاثنين اثنين بواحد هسه اثنين بواحد الفرق بينهم بعطي واحد ممتاز اذا اثنين بواحد يطلع عندك هون سين تساوي سالب اثنين وسين تساوي واحد هاي اعمل جديد سين تساوي سالب اثنين وسين تساوي واحد طب ممتاز نيجي برضو ناخد اثنين اثنين وثلاثة خمسة ناقص سين اثنين وثلاثة اثنين خمسة ناقص سين تساوي ثلاثة سين ناقص واحد طبعاً السالب سين لما تجيب عند السين تصير موجب سين تمام؟ والسالب واحد تجيبه هناك تصير موجب واحد صارت اثنين سين تساوي ستة خطية معي اثنين سين تساوي ستة سين تساوي ايش؟ سين تساوي ثلاثة هاي كمان عمود سين تساوي ثلاثة طلع ايش هدول؟ كل هدول؟ كم عمود هدول؟ أربعة واحد اثنين ثلاث أربعة أعمدة أربع أعمدة أربع أعمدة عندي عمود عند وين؟ عند سالب اثنين وعندي عمود وين؟ عند صفر وعند الواحد وعندي عمود عند الواحد وعندي عمود عند الثلاث شكلها ميم واحد ميم اثنين ميم ثلاث شكلها هيك لأنه أربع أعمدة هدول نرسم يا سيدي العزيز قبل ما ترسم استاذ شوف لنا قيم صاد شوف لنا قيم صاد عشان لما تيجي تدرج تكون الامور واضحه معك اذا في عندي سالب 2 0 1 2 سالب 2 0 1 3 0 1 3 ماشي الحال عوض سالب 2 عوض لي اياه سالب 2 تربيع 4 1 ناقص 4 سالب 3 عوض الصفر يطلع 1 عوض الواحد 0 عوض الثلاث 3 تربيع 9 1 ناقص 9 سالب 8 سالب 8 كثير هاي سالب 8 عوضنا في الأولان عوض في الثاني عوض سالب 2 5 ناقص ناقص 2 7 عوض الصفر 5 ناقص 0 5 عوض الواحد 5 ناقص 1 4 عوض الثلاث 5 ناقص 3 2 هاي عوضت في الثاني عوض في الثالث سالب 2 سالب 2 سالب 1 سالب 3 عوض صفر 0 ناقص 1 سالب 1 عوض 1 1 ناقص 1 0 عوض الثلاث 3 ناقص 1 2 تقريبا عرفت ايش الارقام الصاد عندك اكبر صاد 7 واصغر صاد سالب 8 السينات ما هي ما انت شايفينهم 1 2 وسالب 1 اذا في عند الحد لحد السالب 8 وفي لفوق لوين للسبعه نمشي اثنينات ماشي بمشي اثنينات ليش لا بتمون هاي الصاد السين عندي هيها السين ارقامها ايش خفيفه كويسه ارقام السين ما فيش فيها اي مشكله السين ارقامها حكينا سالب 2 اصغر شيء يعني لو حطيت هون سالب 1 هون سالب 2 بيصير واكبر شيء 3 1 2 3 الصاد حكيت لك عند بتوصل لل 7 2 4 6 8 2 4 ستة ثمانية تحت نفس الاشي تحت نفس الاشي سالب اثنين سالب اربعة سالب ستة سالب ثمانية خلاص صح بكفي الاعمدة تبعونا تنساش عندك عمود عند السالب اثنين هاي اول عمود وعندك عمود عند الصفر هذا اصلي ومرسوم هذا عمود ايش اصلي هذا اصلي نعم ايوه هذا عمود اصلي سيدي العزيز اللي عند الصفر هذا عمود عمود اصلي يعني عمود اصلي عند الواحد وعندي عمود وين عند الواحد عند الواحد في عمود ثلاث وعند الثلاث في عمود طيب عندي الثلاث في عمود هاي الأعمدة تبعي طيب
طيب نرسم الاقترانات واحد واحد. نيجي للتربيعي. هاي التربيعي. التربيعي سالب 2 وايش؟ سالب 3. سالب 2 مع سالب 3. وين السالب 3؟ هون تيجي هيك تقريبا. والصفر مع الواحد. واحد 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 صفر مع الواحد واحد هون. وعندك واحد مع صفر. واحد مع صفر هون. وعندك ثلاث مع سالب 8. ثلاث مع سالب 8 هون احكي. واحنا بنعرف رأسه هذا. وين رأسه؟ صفر واحد موجود الحمد لله. هاي نقطة الرأس تبعك. وصل. اوصل. وصل. هيك. وهيك خلص. حلو هيك التربيع. هاي رسم التربيع. طيب. نيجي رقم اثنين. رقم اثنين. طول خطي. عندك من سالب اثنين. سالب اثنين مع مين؟ سبعة. مع سبعة. من سالب اثنين لسبعة. وين سبعة هاي؟ سالب اثنين سبعة هون. صفر وايش؟ خمسة. وخمسة. صفر مع الخمسة هون. طيب. واحد. وأربعة. واحد أربعة هون. وثلاثة. واثنين. ثلاثة واثنين. ثلاثة واثنين هون. خطي هذا. واحنا بالبداية احنا عارفين ان هو بتقاطع ايش مع التربيعي. صح ولا لا؟ عارفين هالمعلومة ولا مش عارفينها؟ عارفين. ما حكينا من البداية. لا تحلل العظام. من البداية رقم اثنين ورقم واحد اللي هو التربيع والخطي ما لهم؟ لا يتقاطع. لا يتقاطع. فما تستغربش ان انت وانت بترسم يجي هذا بعيد عن هذا. احنا حكينا ما بتقاطع. طيب ماشي. رقم ثلاث سالب اثنين وايش؟ وسالب ثلاثة. سالب اثنين وسالب ثلاثة. وين سالب ثلاثة؟ هون صح؟ سالب اثنين وسالب ثلاثة. طيب ماشي. صفر وسالب واحد. صفر وسالب واحد وين؟ هون. هون تقريبا صح؟ صفر وسالب واحد. طيب واحد وصفر. واحد وصفر. واحد وصفر. واضح خلاص هاي. وثلاثة وايش؟ ثلاثة واثنين هون. ثلاثة واثنين. وصل. الآن شطارتك تعرف وين المساحة اللي بينهم هم الأربعة. طبعاً إيش إحنا حكينا؟ في واحد. في واحد إيش اللي هو العمود الأصلي. وين العمود الأصلي؟ أرسم لك إياه العمود الأصلي. ها هذا العمود الأصلي. هذا مهم تعرف العمود الأصلي. هاي خلاص أستاذ بكفي. وين المساحة اللي بينهم هم الأربعة؟ إيش أربعة؟ أنت ما حكيتش أربعة. ايوه في عندي كم اقتران انا؟ اربعة. كم اقتران؟ واحد اللي هو قاسين التربيعي. والخطي. والخطي. وايش؟ والعمود الاصلي. العمود الاصلي بيسكر مساحة. وين العمود الاصلي؟ اهم شيء ببلش هذا العمود الاصلي بيريحك جدا. محور الصدر. وين العمود الاصلي يا جماعة؟ هاي العمود الاصلي هاي. ايوه بدي كمان الان وين الثلاث اقترانات تبعوني؟ وين الثلاث اقترانات؟ حدا يعرف يطلع المساحه من الشكل هذا؟ حدا يعرف يطلع المساحه؟ ها؟ فاكرين لعبه كم مثلث في الشكل ولا كم مربع في الشكل؟ الشكل هذا في كم مساحه؟ استاذ ممكن المساحه الكبيره هاي؟ بالله عليك المساحه الكبيره هاي وين؟ ما بتزبط. العمود الاصلي دائما العمود الاصلي اللي بعطيك اياه في السؤال، المساحه وين بتكون؟ يا اما على يمينه وعشمال. اما على شمال. تعال نروح على شمال وهيك اشمال العمود هذا. في عندي استاذ المساحه هاي ايش هذا؟ العمود هذا ايش هذا؟ العمود هذا معنا. طيب هدول وين الاقتران تاعوني؟ وين الاقتران تاعوني؟ هاي في استاذ هذا اقتران خطي وهي العمود الاصلي والاقتران هذا التربيعي. في ضايل الاقتران صح؟ موجود هون في المنطقه هاي؟ اللي يعني لو اخذت المساحه هاي لا. موجود الاقتران الثالث؟ ما بتزبطش المساحه هاي، المساحه مش هي. هاي غلط. طيب واحد يقول لي استاذ خذها كلها هاي كلياتها، يعني مش بس هاي، خذ هاي مع اللي تحت. طب هاي واحد وعمود وهي كمان واحد، وين التربيعي؟ جاي بالنص. بزبطش ما بزبط. لازم الحدود
تكون الاقترانات. الحدود حدود المساحه تاخذ الاقترانات، يبقى هاي غلط، كلياتها غلط. يعني لو انت اخذت هاي المساحه، هاي لو انا اخذت المساحه الكبيره هاي، شايفين معي؟ اه هاي المساحه الكبيره، وين حدود هالمساحه؟ هاي المساحه هاي جاي شكلها هيك، يعني جاي هيك صح؟ طيب هذا اقتران، هذا خطي ماشي، وهذا خطي، وهذا عمود، وهذا عمود. وين الاقتران التربيعي؟ اه بقسمهم. وينه اقتران التربيعي؟ جاي مع الحدود. اه اذا المساحه هاي برضه الكبيره هاي غلط. انقل على الجهه مين؟ على الجهه الثانيه. انقل على الجهه الثانيه المساحه اللي على الجهه هاي، كل شغلك على الجهه هاي مش مزبوط، فيش شيء على الجهه هاي. روح على الجهه الثانيه هيك. طبعا انا عارف المساحه مباشره، انا عارفها يعني، ما قلت لك بالخبره، لو انك حليت اسئله كثير راح تبين معك فيما بعد، بتكتسب الخبره هاي. على الجهه الثانيه استاذ هيثم، مش كامل هي؟ لا ما بتزبط المساحه هاي. ليش؟ لانه هذا الخطي وهذا الخطي وهذا العمود، وين الاقتران التربيعي؟ ما بتزبط. خذ استاذ هاي بالنص، هاي شايفينها؟ انا قصدي هيك بس، اللي هي جاي شكلها كيف؟ اللي عامله هيك وهيك وهيك وهيك، ماشي؟ طيب شوف هيك، هذا العمود الاصلي. لا. اه العمود الاصلي هي. لا انا بحكي اصلي. وهذا ايش؟ هذا الخطي ماشي، خط، وهذا كمان خطي، وهذا ايش؟ تربيع. يا عين عليك. اذا هيك شو صار؟ تمام، طلعوا كلياتهم مع بعض، الخطي والخطي والتربيع والعمود، امسك فيها المساحه هاي. اوعى تفوت على المنطقة الصغيرة هاي، مش معي هاي، هاي مش معي، ما زبطت خلاص؟ إذا هاي مش معي، بس هاي المنطقة. طب المنطقة هاي شو فيها أعمدة؟ بدايتها، بدايتها من وين؟ من عند مين؟ من عند الصفر. وآخرها وين؟ عند التلات. وشو في أعمدة في النص؟ عند مين؟ عند الواحد. إذا عندي هون من صفر لمين؟ لواحد، ومن واحد لثلاثة. طب استاذ كان في عندنا عمود سالب 2، اه مش راح يلزمنا، قلت له مع السلامه، راحت مساحه، ما نفع هذا، ما بزبطش معي، ما بزبط معي. اذا عندي بس انا من صفر لواحد، ومن واحد لايش؟ لثلاثة. اذا ميم المساحه مساحتين بس، ميم تساوي ميم واحد زائد ميم 2. طب ميم واحد استاذ تكامل، ميم واحد وينها؟ ميم واحد هذا عمود، نرجع لموضوعنا، هاي عمود وهاي عمود، بينهم كم اقتران جمع هدول؟ اقترانين. وين هما؟ خطي تربيعي. تربيعي، اللي فوق خطي واللي تحت تربيع، شايفين هون؟ آه. العمود من وين لوين؟ من صفر لواحد، ما حددنا اللي فوق انو خط، ها اللي فوق اللي هو الخطي، الخطي انو خط فيهم؟ انو خطي اللي انا رسمته مين؟ تاني واحد، مش هذا تاني واحد رسمته انا؟ رقم ثلاثة اللي هو ما بتقاطعش مع مين؟ مع التربيعي، اللي هو ما بتقاطع مع التربيعي، الثاني اللي هو هذا رقم 2 اللي هو 5 ناقص س، يعني فوق الخطي اللي هو 5 ناقص س ناقص ناقص اللي تحت اللي هو مين؟ التربيعي، التربيعي اللي هو 1 ناقص س تربيع، يعني هون 1 ناقص س تربيع د س، هاي ميم 1. طبعا بتوزع السالب وتجمع وتظبط الامور. ميم 2 اللي هي تكامل من وين لوين؟ من 1 ل 3. مين اللي فوق؟ الخط اللي هو تاني واحد صح؟ اه تاني واحد اللي هو برضه 5 ناقص س ناقص الخط الثالث اللي هو رقم 3 س ناقص 1، افتح قوس س ناقص 1 د س. طبعا بتوزع السالب وتجمع السينات والاعداد وبتكامل وبتطلع الجواب ميم 1 وميم 2، بعدين في الاخر شو بتعمل؟ بتجمعهم مع بعض. يعني مو شرط نلتزم بالاعداد. اه لا ما هي طلع العمود هذا ما له فايده، برا المساحه بعد ما حددنا المساحه طلع برا. يبقى اي مساحه تحددها لما تحدد المساحه ارسمها برا، برضه ارسمها برا، رسمتها برا طلع هاي الاقتران الخطي والاقتران الخطي الثاني والاقتران التربيعي وهي العمود الاصلي تبعي، معناته المساحه هاي 100%. اي مساحه تحددها ما يطلعش فيها هدول معناته انت محدد المساحة غلط، معناته انت محدد المساحة ايش؟ غلط. طبعا لما تطلع على الشكل هيك المفروض بالبداية تطلع المنطقة هاي. هاي هي انسب منطقة اللي بين واحد اثنين ثلاث وهي مسكر. طبعا
طب ليش لازم العمود هذا مسكر؟ لانه في قطرنين ما بتقاطعوا، في قطرنين مالهم ما بتقاطعوا، لازم عمود يسكر، لازم عمود يسكر. هذا الشغل الاستاذ بيجي في الوزاره شو عليه علامات؟ جيب لك عليه 14 علامه 12 علامه يعني 14 علامه حلوين، 15 علامه 13 علامه سؤال عفريه طبعا. يعني قلت ليش استاذ كل هذا تعبير يا حبيبي؟ اكتب تعبير بالرياضيات، هذا موضوع التعبير تاع الرياضيات اللي هو سؤال المساحه، موضوع التعبير 14 علامه 15 علامه 16 علامه. جيب لك سؤالين عليهم 30 علامه على المساحات، 30 علامه 25 علامه في الامتحان اللي فات، حكيت لكم ب 2018 24 علامه فرعين مساحات، سؤال كان مرسوم سؤال مش مرسوم 24 علامه. يا تخيل انت واحد المساحات هاي بالنسبه له تمام 100%، هاي 24 علامه. خذ لك كمان 3 4 اسئله زيهم هيك وصلت علامه النجاح. هذا سؤال رقم، سؤال رقم ايش؟ سؤال رقم 8. ماشي، يعطيكم العافيه، اشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله. Wow.